صباح الخير. هذه البلاصه اللي درت فيها الخيمه هنايا. الزيت كان عطى لي واحد السيد مول الحانوت البارح، الزيت ديال الاردن. كنت سولته واش عنده الزيت، قال لي راه كاينه قرعه كبيره ايترونس. فايترونس انا بزاف عليا باش نهزها معايا في بيكالق، انا ثقيله. فقلت لي ما عندك صغيره؟ قال لي لا. صافي باش بغيت نمشي ويخرج عندي، قال لي تسناني انا نمشي للدار ونجي. ويمشي جاب لي هاد القرعه ديال الزيت، باقي طيبش به البارح ولكن باقي ما ذقتوش. فهذا الزيت بلديه ديال الاردن هادي. فالزيت عندهم هنا تقريبا تنظن الثمن بحال المغرب ولا غلا. فكنت سولتو على ايترونس داير تقريبا بشي 150 درهم ايترونس، يعني ايترو ب 100 درهم، يعني ثمن بحال غالي وخال على المغرب. كان جا شي حيوان هنا ما عرفتوش واش كلب ولا صراحه شي حيوان اخر. المهم كان حيوان هنايا. الطور ديال اليوم هو عندي هاد حمص، شي يومين هو عندي هذا، هو نورمالمون كيدير في الثلاجة. كاين الجو بارد هنايا، ما يوقع ليه والو. غادي ندير عليه حامض والزيت. الزعتر فالزيت مختلف على من هنا للمغرب، فهمتي؟ هنا الزيت ديال هنا ماشي بحال ديال المغرب. كل دوله كيكون الزيت ديالها مختلف على الدوله الاخرى. هذه هي البيست اللي دخلت معاها باش وصلت هنا. بلاصه زوينه بالصباح وبالعشيه، شي فاشيه احسن غروب كاين هنا. الغروب تيبقى تتنزل الشمس وكتبقى يعني كيبقى ديك حموريه واحد الوقت بزاف. بلاصه عاليه هنا. الضبابه هذه كاينه تما. فالجو اليوم هاد البلاصه فيها 1428 متر ديال العلو. الحرارة كاينة 21 دقري، شحال ما شفتها الصراحة هاد 21. كنت كاع البارح كانت 13 رمات، المهم ما كتفوتش 15. بلاصة زوينة أو كتنزل من هنا. من بعد كتلقى الكودرون، الكودرون ما بعيدش من هنا بشي تكون شي كيلومتر أقل، كيلومتر ولا 800 متر. بحال الغراب كبير. هنا زارعين شي شجر، كون ديال التفاح، التفاح يا حب الملوك، ماشي الكرم هذا كنظن، واحد اخر. شي جوج ديال الغربان بعدو لي هنا. فدخلت عاوتاني مع هاد الطريق الصغيرة هادي زوينة. كاين عاوتاني الفرافر هنايا، الفرافر كاينين بزاف في الأردن. مثلا البلايص اللي كيكونوش فيهم الناس بزاف باش كيوصلو ليهم طريق، كيديرو غير طريق صغيرة، كتكون عندهم بيست وكيديرو ليهم هاد الطريق هادي، كيدوزو ليهم يعني كودرون صغيور بحال هادا. لحقاش هاد الطريق مكيدوزش منها الحديد بزاف، واحد شوية وصافي. واحد دابا الديور هنايا فيرمات، هادشي اللي كاين. اما راه الكودرون كبيره غير لتحت، ما بعيدش، بعيده بواحد 3 كيلومتر ولا 4. كاين واحد السد هنايا سميتو سد التنور، سد التنور. ها هو غيبان لينا في الدوره هنايا، ما كبيرش بزاف غير صغير. فالاردن عندهم نقص في المياه بزاف، فكتعتبر من افقر، من 10 افقر الدول في الماء، يعني عندهم الماء قليل هنايا. او غيبان لينا سير 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 سير، غيبان لينا من الفوق اللي غيبان لينا مزيان. هنايا غيبان غير شويه، ها هو في كيبان، ما فيهش الماء كثير، غير شويه. فهاد المشكل ديال الماء
فماشي غير هنايا في الاردن ولا في المغرب ولا. كنت نهضر مع واحد السيد من المانيا، كان صيفط لي شي تصاور مشى للمغرب وفي الجهه ديال جهه طاطا، كاين نخل تما مات، يعني نخل مع الماء ما كاينش بزاف. فقلت لي راه كاين الجفاف تما وهداك الشيء، وقال لي راه اول مره نشوف شي الماني كيشكي. قال لي راه حنا في المانيا عندنا جفاف، وبدا كيبكي عليا. الله الا جاتني شكال ماشي، قال لي في فقا شي اوروبي كيشكي ولا شي حاجه. فماشي غير المانيا، راه شاف اغلب الدول ديال اوروبا الا هذوك الدول اللي دول سكوندناف اللي كيكون عندهم يعني الثلج بزاف وداك الشيء، فكيكون الماء موجود. السلام عليكم، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كاين واحد الفيلاج هنايا الدري كيبيع مطيشه، مطيشه موجوده عندهم تبارك الله في الاردن هنايا. هي اكثر حاجه شفتها هنايا، كاع الخضره عندهم موجوده. الناس دايرين خيام الفوق، خيام هنايا، هذا دابا البدو هادو. السلام عليكم، كيف حالك؟ ها هو سد التنور ومدينة الكرك الفوق. صباح الخير، كنجمع في باكتاز دابا وكنطيب في فطور. هاد البلاصة نعست فيها اليوم صراحة زوينة، ما بردش. انا معالي تقريبا هنايا شي 700 متر، 750 هكاك. حتى الجو مع الصباح ما باردش، يعني مولف مع الصباح راه ما كتخرج غير بزز من الخيمه شي بلايص اخرين. يعني باقي كنجهز في الكوزينه، شريت بواطات ديال العطريه حسن ما نبقى دايرهم هنايا. هاكا حسن، خصو يكون عندنا داكشي بحال في الكوزينه. الكوزينه نيت البوطا البراد جميله هي هنا المقلى. عندي هنايا هذا هاد سكين جبير، هذا القرعات ديال العطريه ديالنا، ها هما يعمرناهم وكيعطيو ديكور زوين حسن من تبقى دايرهم في الميكا. فواحد القضيه هي ان مثلا اذا كان شي واحد جاي للسعوديه ولا الاردن، مثلا جاي للسعوديه مثلا غادي للسعوديه عمره ولا شي حاجه، فالواتساب ما كيخدمش، يعني ابل ميساجات وفوكالات كيخدموا. يعني الا كانوا شي واحد غادي لوالديه ولا شي حاجه فخصو يقاد ليهم، مثلا كاينه لابليكاسيون سميتها ايمو، كاين واحدة كيقول لها كوميرا هي اللي كيخدموا بهم، يعني الأغلبية كنظن في السعودية. وحتى في الأردن ما خدامش واتساب أبل، كيخدم غير الفوكالات في أغلب لي زابليكاسيون، ولكن إيمو كنظن إيمو وكوميرا كيخدموا. يعني خاص إلا كان شي، يعني خاص أنا لأنك ما توصل غيبان لك واتساب خدام، ولكن لابيل ما كيدوش، فهمتي؟ يعني واخا عيطوا لك تعيط لهم ما كيدوش لابيل. يعني خاص توجد هذاك، كان شي واحد كبير في العمر غادي بباك ولا امك، خاصك تقاد ليه هذاك اللي كنتي بغيتي تهضر معاه تما. والانترنت مثلا في السعوديه فرا غاليه، انا كنظن من الاحسن الواحد اللي كان مثلا غادي عمره ولا شي حاجه ما يشري لا كارت سيم في المطار لا والو. كنتي غتمشي راه غتمشي للوطيل تبقى تخدم في الوطيل، كنتي راه غادي اصلا تاع العباده، فهمتي؟ راه غتمشي للحرام راه تبي تخدم بالويفي راه غترجع ترجع للوطيل، فهمتي؟ يعني لان الانترنت غاليه، كديش 50 درهم ان جيجا، يعني لك تبغي تشارجي ان جيجا يعني 50 درهم، راه خصك يعني لك ولا دير لك تي كتخدم بالانترنت بزاف تشريها في ال... يعني تشري باك، فهمتي؟ يعني ديال الشهر شي 25 جيجا، وكاين المهم شي 350 درهم هكاك، يقول شي حاجه اللي غدوز لك هذيك 20 يوم ولا شي حاجه بحال هكا، يعني ب 350 درهم. فالاردن رخيص الانترنت، مثلا شهرين عطاك 500 جيجا شهرين، هذا هو الباك اللي لقيت، هذا هو اللي قال لي كاع كاين عند في لاجونس. باك فيه شهرين ديال الانترنت 500 جيجا
بشي 160 درهم، يعني فرق كبير ما بين السعوديه و اردن في الثمن. اردن راه رخيصه على الانترنت، السعوديه راه غاليه، راه 50 درهم ان جيجا هذه اللي بغيتي تشارج بان جيجا. يعني راه في المغرب راه كدير 10 درهم، يعني الدوبل خمسة المرات، وان جيجا راه ما تدير لك والو، راه ابل فيديو ولا شي حاجه تمشي لك، يعني دغيا. هنا في الاردن عندهم زين، هي احسن شركه، وفي السعوديه عندهم اس تي سي. السعوديه اس تي سي هي اللي عندها الريزو، يعني الا كنتي مثلا تسافر من مدينه لمدينه هي اللي كيكون عندها الريزو فين ما مشيتي. انا دابا في واحد المدينه سميتها مدينه الكرك، وفي هاد قبل من مدينه الكرك بقات لي 10 كيلومتر كاين واحد البلاصه هنا وقعت فيها واحد المعركه ديال مؤته او غزوه مؤته. غادي نشوفوا، فغادي ندخلوا نشوفوا هاد البلاصه هادي، عرفت واش مفتوحه ولا لا، بان لي الباب وانا ندخل. المهم ندخلوا نشوفوا شنو كاين هنا. فهاد المعركه كانت وقعت في العام الثامن من الهجره. لقيت انا واحد السيد اللي انت المكلف هنا. ايه نعم ايوه. الاسم عاطف البطوف. متشرفين، بارك الله فيك. نشوفوا لا يمكن يشرح لنا هنايا هاد المنطقه واش هنا وقعت المعركه. وقعت المعركه هو بعد المعركه اجوا المسلمين بنوا بعد ما انتصروا، يعني هنا كانوا الرومان. نعم الرومان واليهود ولا الرومان؟ لا كانوا الغساسنه. الغساسنه اللي كانوا والرومان الغساني. الغساني ايوه. نعم لما جاء المسلمين وانتصروا في المعركه بنوا مثل هذا، بنوا السكن هذا والمسجد. أيوة. مسجد لهم يعني. هنا كان المسجد هنا. نعم كان أيوة. مسجد فيما بعد بنوا المسجد هذا، يعني منه يعني بنوا هذا المسجد هذا. نعم فهاد ليس هنا بالضبط وقعت المعركه، ولكن هنا بنوا المسجد. هنا في نفس المنطقه. في نفس المنطقه، في منطقه الكرك. يعني ايوه او هذا الشيء في القرن الثامن الهجري. يعني. نعم بالضبط. ايوه بارك الله فيك. حياك الله يحفظك. بارك الله فيك. في هذه الغزوه هذه ديال المؤته كانوا ماتوا تقريبا شي 3000 من الجيش ديال المسلمين، وفي الاخر انتصروا. وكما سمعتوا قال لنا السيد بلي راه بناو هنايا هاد البلاصه هذه. فالسيد فاش قلت ليه مغربي قال لي ايش كاين هنا ذهب ولا ايش؟ قلت كيفاش؟ بزاف هاد الهضره كنسمعها، ولكن دابا تاكدت انهم عندهم فكره ان المغاربه كيجبدوا الكنوز. فهذه فكره كاينه سمعتها شي 20 مره ولا 30 هنا في الاردن. كيقول لي ايش المغاربه شاطرين في هذا الشيء زعما ديال الكنوز، فهمتي؟ قلت لي راه ماشي مغاربه كاملين، قلت لي ممكن يكون واحد البعض يعني كيمشي وكيقلب على داكشي، ولكن ماشي كلشي. فكما شفتوا هذه هي البنايه هنايا، هنا فين وقعت، يعني في هذا المقع، يعني في هذه المنطقه هذه كامله وقعت معركه مؤته. ربما السيده تقرا رد معايا البال لا نبدا نحفر هنا نجبد شي كنز. الله حتى شحال من مره كنسمع صراحه. فهنا بناو هذا المسجد هذا، كنظن هذا جديد. وهنا كان المسجد القديم، فهاد الشيء راه مر عليه تقريبا اكثر من 1400 سنه هاد البلاصة هادي. فالأردن وقعوا فيها بزاف ديال الأحداث التاريخية، حتى هي في كل مدينة كتلقى قلعات، وكتلقى الرومانيين المسلمين الأنباط، يعني كاين بزاف ديال الحضارات دازو من هنا. كاينة واحد القلعة في وسط المدينة ديال الكرك، قلعة صلاح الدين الأيوبي، فنقدر نمشي لها، فهي قلعة كبيرة. وكاين على ما شفت بأنه كاين مقام سيدنا نوح، يعني مدفون يعني في هذاك في المنطقة نيس، فقريب لهذيك القلعة. ولكن واش بصح يعني مدفون تما ولا غير مع بعض المرات، يقدر يكون هذاك الشيء ماشي صحيح، لأن مر على هذا الشيء سنوات كثيرة. نمشيو فاش غنوصل للكرك نمشيو نشوفوا هذيك القلعة، ونقدر نمشي للمقام ديال سيدنا نوح اللي كيقولوا بأنه مقام سيدنا نوح. هنايا هو داير التيران فوق ستاسيون، هذاك الشبيك اللي كاين فوق هذاك التيران. الله يلا بلا الماضي انهم استغلوا هذاك الاسباس اللي كاين فوق تمايا وداروا فيه تيران. السلام عليكم. يا طيحنا بلاه هاو اريو. بخير الله يبارك فيك الله يحفظك. نشوفوا الطريق منين هنايا. كرك هذه
سوبو كيعيط ليا. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير، كل شيء تمام؟ بارك الله فيك. طريق لي وسط المدينة فين؟ طريق لي مدينة الكرك، من هنا ولا هنا؟ تقطع الكرك أنت؟ أيوة. من هنا؟ من هذه؟ شكرا. ما عندك مطعم هنا؟ ما في؟ قهوة ياك؟ شكرا. الله يحفظك، بارك الله فيك. من حياك الله؟ أنا من المغرب. المغرب؟ أيوة. تعرف المغرب؟ تعرف. فين؟ يعني في أي منطقة المغرب؟ قريبين للإمارات أنتم؟ الإمارات بعيدة. مش في قريب الإمارات. بعيد. وين؟ إحنا في إفريقيا. في شمال إفريقيا. ما تعرف المغرب يا أخي، إحنا إخوانكم مسلمين. بعد سامع فيها. سامع، غير سامع. أنت أول مرة تلتقي مغربي. أنا التقيت مغربي الآن. المغرب والجزائر وتونس هادو كلهم وليبيا، يعني كلهم دول جوار. فهمت الآن؟ متشرف بك، إيش اسمك؟ أنا مؤيد. ها؟ مؤيد؟ متشرفين، أنا ياسين. جمال الجعافري؟ ها؟ الجعافري. الجعافرة. أيوة اسمعهم. أنا جعافري. أنت جعفري؟ ما شاء الله، أنت من هذه المنطقة. تعرف أن الوالدة بتاعي في المغرب من قرية اسمها جعافرة. في جعافرة، في حباشة. أيوة، لا، عندنا قرية في المغرب أمي ازدادت هناك اسمها جعافرة. أيوة. الكرك من هنا؟ القلعة. من فوق. هذه القلعة. هي هذه اللي هي. أيوة، شكرا. اسمها؟ قلعة الكرك. قلعة الكرك، يعني قلعة. أيوة. أورينا القلعة. هذه قلعة. من هنا. هذه ممكن تدخلها من هنا، تطلع وتلف فيها. شكرا. عايزة فيها أحداث. فيها أحداث. أحداث إيش يعني؟ أجوا في عليها اليهود. عرفت؟ كانوا فيها اليهود من قبل. إرهابية. إرهابية. أيوة. أجوا على القلعة. وين؟ طخوا علينا. وين؟ على القلعة هاي. في القديم. لا جديد. أي سنة؟ مو أي سنة، ما ليها زمان يعني. يا كيف دخلوا هنا اليهود يعني أصلاً؟ هذا بقول لك عادي مخططين ليها من أول. هم مخططين يعني أنهم يعني ياخذوها. معاهم خريطة. مخططين عليها وخاشين من تحت القلعة، مش من جوا، من عند البوابة. طالعين، كيف بدي أقول لك، طالعين جبال زي هذولا. تحت الأرض. وتحت الأرض خاشين. السلام عليكم. هالطريق ما يودي للقلعة. قلعة. أيوة. الله يحفظك. تعال هذا. والله طالع من هاد. ايوه. ايدك الشمال. اول ما تطلع تطلع اخر طلعه ايدك اليمين. اليمين. شكرا، بارك الله فيك، الله يحفظك. هذه هي القلعه. يدخلوا لها قلعه من هنا. السلام عليكم. المدخل بتاع القلعة. شكرا، بارك الله فيك. هنا كاين ريستورون. ان هذه القلعة منطقة سياحية. السلام عليكم حبيبي. كيف حالك؟ ارجع ارجع. المغرب. الله يحفظك، بارك الله فيك. شكرا. هذا هو المدخل. ندخلوا من هنا. مكتب التذاكر. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك حبيبي؟ بخير. أنا من المغرب. بارك الله فيك.
تذكر ايه فيكم سيدي ناعش خمسة هاي هاي اثنين هاي تمام ادخل ياك شكرا خذ من هنا هذا هو المنظر من الفوق ديال القلعة هذا الديكور زوين هذا هو الباب فالناس هنا هذا اللي في الباب فرحوا فاش عرفوني مغربي قال لي عمو تا وكذا قال لي مالو باغي يمشي قال لي حشومه يخلينا ويمشي ويبقى فيهم الحال عجبني الديكور انا صراحه من هنا ديكور واعر ديال القلعه من الفوق هنا البلاصه هذه كتجي من واحد الباب تما بحال شي نافق هذا هنايا كاين واحد الشريجمات هنايا صغار كتبقى غادي مع هاد الطواله هادي كل بلاصه فيها باب هنا باب هنا عاوتاني باب لهي باب لهي باب هنا باب هنا فما كاتبين شي معلومات يعني باش تعرف يعني وانا المعلومات ديالي على هاد البلاصه هادي قليله فداز عارف اللي قريت هو انه دازوا من هنايا بزاف ديال الحضارات الانباط والبيزنطيين المهم اخر واحدين دازوا هما الجيش ديال المسلمين يعني هما اللي كانوا اخر واحدين دازوا لهاد القلعه هادي شتا كاينه واحد البلاصه هنا هنا وقع داك كيكون الماء كيبان ليا هنايا بحال هنا السقايه باش توضاو فيها ولا شنو كيديروا هنايا شتا هادي زادت تحت الجهه الاخرى هاهي عاوتاني كاين الظلام هنايا وكاين البيبان هنا كتلقى بحال البيوتة هنايا يعني فهي راه كبيرة راه فيها شي 25000 متر اللي مبنية يعني صعيب باش تدورها كاملة هي صراحة هنا كيخصك قيد باش يشرح لك داكشي اللي داز هنايا التاريخ ديال هاد البلاصة هادي قديم يعني أكثر من 2000 سنة فيها بناية لهيها بناية هنا ثاني بناية أخرى لهيها وهنايا عاوتاني تحت الأرض كتبان لك المدينة كاملة من الفوق فهاد المنطقة ديال الكراك زوينة فيها الخضورية بزاف في كل مدينة تقريبا في الأردن فكتلقى شي قلعة بحال هكا يعني في أغلب المدن فالأردن فيها بزاف ديال المآثر التاريخية من هاد البلاصة هادي كيبان الحجم ديال هاد القلعة هادي شتي راه غادي من تحت ومازال عاوتاني تحت غادي 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 راه هي في الدايرة كبيرة وبزاف ديال البلايص رابو فيها في هذا الاتجاه هذا الا كان عندك المنظار فتقدر من هنا تبان لك فلسطين يعني الضفة الغربية مدينة الخليل ما بعيداش بزاف ممكن تكون غير واحد بعيدة غير بشي 30 كيلومتر هكاك يعني الحدود ديال فلسطين فبالليل يكونوا كيبانوا الضواء ففي واحد البلاصة كنت نعس في الجبل شي يومين هادي فكانوا تيبانوا لي الضواء ديال فلسطين من تما لأن هاد الطريق كاملة ما بعيداش على الحدود ومن هنا نسي بان لك البحر الميت لحقاش كاين فهاد الجهة هادي نيشان هاك السلام عليكم يا أهل القبور أنتم السابقون ونحن اللاحقون في هاد البلاصة هادي كاين واحد المقام ديال سيدنا نوح على ما كيقولوا فغادي نشوفوه هو واحد السيد مكلف هنا هو جاي من ورايا مقام جا وسط القبور يعني مع الناس هو هذاك بحال السيد السادات الزوايا عندنا في المغرب وهادشي اللي كاتبين هنا راه دايرين واحد اللوحه تما كاتبين فيها بالله راه مقام سيدنا نوح هو مسدود يعني هاد البلاصه هي المقام ديال النبي نوح عليه السلام هو يعني هو مغلق ياك يكون دائما مغلق هذا
بحال اوقات اوقات يفتح فبحال تقريبا الزوايا اللي عندنا في المغرب. كاين واحد البلاصه هنايا دايره بحال شي سفينه، وقال لي الدري بالله هذيك هي سفينه سيدنا نوح، ولكن هي من انا من الحجر. كاين هي كتبان نيس في هذاك الواد تما على شكل سفينه، وهنا مقام. هادشي قال لي الصديق هاي هنا تتبان على شكل سفينة، على شكل سفينة كبيرة. ما لاحظتها في الأول لو ما قلت لي، يعني ما كنت أعرفها كيف يعني ما كنت أشوفها حتى قلت لي أنت بلا وهي فعلا تظهر على شكل سفينة. سفينة من صخر، سفينة من صخر يعني يكون شكل سفينة، شكل سفينة هي تظهر نعم في ذلك الواد. يعني هذا واد، هذا واد حتى المنظر جميل من هنا، منظر جميل من هنا أجمل. مدينة الكرك جميلة، هناك فلسطين يعني في هنا بالليل ممكن فلسطين هيك أول شيء بتروح الغور منطقة اسمها الغور، الغور في الأردن. أيوة الغور في الأردن اللي هي أخفض بقعة يعني البحر الميت. أيوة عند البحر الميت سموه الغور. أيوة الغور افتح جي بي اس تلاقيها غور، عرفت وبعديها فلسطين، بعدها فلسطين الخليل اظن رحت على القلعه. ايوه كنت في القلعه، جاي من القلعه، القلعه حتى من القلعه منظر جميل من فوق. هذه منطقه اسمها الشابيه، الشابيه يسكنها عدد ناس من السكان. الشابيه هذه قريه، قريه الشابيه. ايش اسمك؟ أحمد تشرفين، أنا ياسين. نعم الله يبارك فيك، ياسين. الله يحفظك. ناخذوا شويه ديال الحلويات من عند هذا السيد هذا، من شويه يعني مشكل من الحلويات الصغيره. الله يحفظك. ابشر ابشر. انت اردني؟ انت اردني من كرك؟ لا يا زلمه جيب شنطه. ايوه انا من سوسه. سوسه سوسه في مصر، سوسه في تونس. تونس برضه؟ ايوه انا مصر. انا من مدينه اسمها اسفي. هو سمال ودون مصر. اسف اسفي اسف انا ما في عندك في المغرب فيه اللهم صل على محمد، فيه الرباط دي العاصمة. ايوه عاصمة، في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، في الدار البيضاء وفي اسفي جنوب الدار البيضاء 260، فيه مراكش. الاندية بتاعكم اسمها ايه؟ قوية. ها؟ اندية قوية. اللي هو الوداد والسياحة. ايوه يعني السياحة. ايوه بالدراجة. عندك يا نهار ابيض. جاي من الرياض، من السعودية. السعودية؟ ايوه ايوه من السعودية. بابايا من السعودية بالعجلة حتى هنا؟ ايوه. عندكم بقى عندكم الوداد والرجاء. ورجاء واولمبيك اسفي. وعندكم بقى عندكم بن شرقي ونجم. ايوه. يلا نعمل الزمالك. ايوه. وهذا ايش اسمها هذه؟ هذه هرايس. هرايس. وهذا هرايس معنيه. في هرايس وفي هريسة. لا ما هريسة دي. بس هريسة. بس جيبها لك بالجمع. هي هريسة. يعني هرايس جمع. بس هو هريسة عندهم الشاطة. في تونس يقولوا لها الشطة. أيوة ولندي. أيضا في المغرب موجود بعض المناطق يقولوا هريسة. أيوة أيوة في تونس اللي يأكلوا كثير. في تونس كثير. أيوة يستعملوا. أيوة مشهور. أيوة يستعملوا كثير. ميكس خلاط لك ها؟ هادو خلي هذا كده. هذا كده كده زما. انت عايز بقدر ولا عايز زي ما يطلع؟ لا زي ما يطلع عادي. لا زي ما يطلع عادي. عادي. مش مشكلة. انت جاي. وهادو ايش تسموهم هادو؟ اسمح لي. هادو دوق يا زلمة دوق. لا. دي شو اسمها؟ اسمها عندي كنتو. هادي عندي كنتو الزلابي. غارق ايش اسمها؟ عوامة. عوامة. عوامة هنا. عوامة. مش غارق. عوامة. عندكو اسمها ايه؟ لا. في المغرب اسمها ايه؟ لا ما عندنا هادي. لا. ولكن عندنا ممكن لا بس ونجم وبن شرق ايه كان عاملين شغل في الزمالك يا زلمه. هذا مش فاضي بالكلام في التليفون. ده كلام واحد ده.
بزاف بزاف اخويا، شكرا بزاف عليكم، الله يحفظكم والله يسر ليكم. ايوا مريح كل هذا كيف مثلا؟ كل يوم مريح، انا تقريبا اكثر من 80 يوم في الطريق يعني. 80 يوم؟ ايوه. لكن الجو بارد؟ عادي عادي، عندي خيمه وغطاء وكل شيء، هذا منزل يعني معي متنقل، فهمت؟ في اي مكان؟ في اي مكان؟ في اي مكان نعم، يعني في الجبال، في الهضاب، في الصحراء. اي مكان يفرش هناك. ايوه يعني. طب وايه المتعه في كذا يعني؟ ومتعة اني كل يوم اشوف شيء جديد، التقي ناس حلوه زيك، فهمتني؟ يعني هذه في حد ذاتها متعه. هذه الرياضه شو يسموها؟ ايش؟ سفاري ولا شو؟ لا يعني رحله، فهمت يعني؟ ايوه يعني رحله. وديتها كم الرحله؟ غير محدد، ممكن سنه، ممكن سنتين، ممكن. لكن معك بسبورك ومعك. ايوه ضروري، ضروري كل شيء. لو ما معك باسبور ما تدخل لاي دوله. وتختم عادي. ايوه ايوه. ضروري، لو ما ختمتش ما تدخل، لو ما معك جواز ما تسافر برا البلد. الله يحفظكم، شكرا. شكرا، الله يسهل لكم الامور. خلينا حلويات. نوريكم الحلويات اللي خديت. وي مشكله. مشكله هي مخلطه زوينه. الشكل جميل كيبان. هنا الاردن بزوينه، هاد الحلويات يعني عندهم ثمن مزيان صراحه. ممكن هذه تكون واحد 22 درهم هكاك، يعني ماشي. السعوديه غاليه، السعوديه بحال هذه غتشدها بواحد 70 درهم ولا يعني. هنا تقريبا كاين اكثر من شي نص كيلو هذا. السلام عليكم يا نشامة، كيف حالكم يا نشامة؟ هلا 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 من المغرب. الله يحييك. الله يحييك يا حبيبي. شوف الصور. ها؟ شوف الصور. صور كل شيء. والله. تبغي تصور المغرب؟ أنت تتصور بغيتي تقول شيء؟ قول شيء يلا. وانظر في الصور. ها؟ الصور انظر في. عندي قناة على اليوتيوب. إن شاء الله كأس العالم. انسى فات ان شاء الله الكاس العالم الجاي نكون انا واحنا وياكم في النهائي ان شاء الله يا رب. ها؟ لا لا ما العب معاهم. ايوه ايوه. على اليوتيوب؟ ايوه. شو اسمه؟ اسمه عبر افريقيا. ها؟ عبر افريقيا. عبر افريقيا. ايوه. ابغى تشوف تشوف هذه اللقطه في مكان. انا ساكن في المغرب، جاي زياره على الاردن يعني. الله يبارك فيكم. ها؟ جاي فيه؟ لا جاي من السعوديه في هذه. ايوه. انا راه اروح من دوله لدوله بهذه الدراجه. من الاردن للعراق، تركيا. ايوه يعني كل اسيا. يلا مع السلامه. الله يحييك. الله يبارك فيكم. يلا زيد 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 زيد. ليره 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 للتور، ليره. ليره للتور، عندك ليره؟ انا بقى. عندك ليره؟ تعرف؟ يلا خليه. صح خلي هذا الاول يركب. ولكن استنى استنى. لا ما بعرف ليه. ايوه شوف الطريق، شوف الطريق، شوف الطريق. في بريك خلفي؟ بريك خلفي هو هذا. تمام تمام تمام. ولكن ما تهرب. يلا سهل. ايوه ايوه طريق طريق. لازم ما عليك. شوف عليك يا زلمه، انا عارف البسكليتات. يا زلمه يا زلمه حتى يدخل فيك سياره. شوف شوف السياره امامي. البسكليتات بعرف ليها. يلا ارجع ارجع ارجع. انا بعرف ارجع. يا الله الله يوفقك. شو ما شاء الله. اركب اركب اركب. انا تمام تمام. خلي خلي اركب، خلي هذا الصغير. تلقى انت هسه تلقى والله تلقى. اطلع 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 اطلع. سير 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 سير. حمزه وحدك يا حمزه. يا حسن الله خليك. يلا انا استناك. يلا اعطيني ليره. ها؟ ليره. ما معك؟ اضحك معك. سمع. انا استنى. انت من وين انت؟ انا من المغرب. والله والنعم. الله يحفظك، بارك الله فيك. الله يحفظك. من اي بلد؟ من المغرب. من المغرب يعني. المغرب؟ ايوه المغرب الاقصى. والله ثقيل. ها؟
قال هذا قال لك خليني خليني انا عادي لو تخبطك سياره والله انا امشي للسجن ما بعرف المشكله استنى استنى زار زار لا لا طيب طيب تليفونك طيب لا 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 انا بمسكه والله سير كف ما هو تقعد خلي خلي امسك لك تليفونك امسك لك تليفونك صاحبي سير استنى 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 شوف شد البريك شفت البريك اه يلا سير روح روح يا معلم خلي سير 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 مام دقيقه يا اي 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 سير 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 دور 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 بشويه دور 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 معلم سير 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 خذ هنا خذ هنا خذ سير 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 معلم انت شاطر انت الان معنا الشيخ ياسين في منطقة الربة مرحبا بنا في الربة عند الاخ انس بارك الله فيه الله يحييك الليلة عنده الله يكثر خيره الله يسعدك قاعدين نشرب الشاي الشاي الاردني ومع الاخ اهلا وسهلا بنرحب في الشيخ ياسين الله يبارك قادم من المغرب الله يحفظك شرفنا الليلة الله يحفظكم بارك الله فيكم yeah. كنت التقيت ب خلينا اوريهم الشيخ انس الشيخ هنا معنا شيخ شيوخ لا لا ما هنا معنا شيخ شيوخ المهندس انس حياك الله هنا معنا اخ انس الاسم احمد تشرفين هنا حسن هذا حسن ياك حسن كم عمرك يا حسن تسعة ما شاء الله في اي مدرسة تقرأ ثالث ابتدائي ولا الرابع ثالث ثالث ما شاء الله بارك الله فيك الاخ انس الاخوان كلهم وشكرا على الضيافة بارك الله يحفظكم بارك الله فيكم